من يحمل إذن الإقامة في إيطاليا له الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإيطالية بعد مرور 4 سنوات إذا كان من مواطني الاتحاد الأوروبي. أما من غير مواطني الاتحاد الأوروبي فيلزمه 10 سنوات من الإقامة للتقدم بطلب للحصول على الجنسية. عديم الجنسية واللاجئين يلزمهم فقط 5 سنوات من الإقامة في إيطاليا كشرط للتقدم بالطلب. عند تقديم الطلب هناك أوراق مطلوبة من المتقدم من الخارج من موطنه الأصلي، وهي شهادة ميلاد للمتقدم من بلد الأصل مترجمة إلى اللغة الإيطالية من مترجم معتمد وموثقة في القنصلية الإيطالية التابع لها في بلد الأصل، شهادة الحالة الجنائية السجل الجنائي من بلد الأصل مترجمة وموثقة من القنصلية الإيطالية التابع لها في بلد الأصل. أما الأوراق المطلوبة من داخل الأراضي الإيطالية، شهادة تاريخية بمدة الإقامة certificato storico، شهادة الحالة العائلية ستاتو دي فاميليا، صورة من الدخل السنوي الكود آخر 3 سنوات. فرد واحد يلزمه 8263 يورو و31 شنتيزم، متزوج 11362 يورو و5 شنتيزم، لكل طفل يزيد المطلوب 516 يورو. شهادة معرفة اللغة الإيطالية بيونو صادرة من مدرسة عامة أو معتمدة أو عن طريق هيئة إصدار الشهادة، ويستثنى من تقديم الشهادة الأشخاص الذين وقعوا على اتفاقية الاندماج أو لديهم تصريح إقامة طويل المدة بيرميسو ديل سيجورنو لونجو بريودو، صورة من تصريح الإقامة البيرميسو ديل سيجورنو، صورة من الرقم القومي في كودتش فيسكالي. إيصال الدفع 250 يورو على الحساب الجاري رقم 809020 التابع لوزارة الداخلية، طابع بريد 16 يورو، ووضع رقم طابع البريد في البيانات والاحتفاظ به لحين تقديمه مع الأوراق في مكتب الجنسية بالمحافظة، صورة من جواز السفر. الطلب يقدم عبر الإنترنت، ويقوم المكتب الخاص بالجنسية بالمحافظة بإرسال موعد لتقديم الأوراق الأصلية، ويتم منح المتقدم رقم ملف، ويستطيع المتقدم متابعة مراحل الجنسية عبر موقع وزارة الداخلية بالإيميل الخاص به، وينصح بالذهاب إلى أحد مكاتب مساعدة الأجانب المنتشرة في جميع أنحاء إيطاليا لملء الاستمارة ومراجعة الأوراق. تم تخفيض مدة الانتظار كحد أقصى من 4 سنوات إلى 3 سنوات في آخر التعديلات لسنة 2020.